السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في عرض مجددا لبعض الألعاب العربية. جت لي بعض الطلبات فقلت خليني نعمل ريفيو، بس هالمرة عندنا ضيفين بدل ضيف واحد أشهد من زيادة مرح. فعندنا ليون ويا عماش من سعودي جي ام، كيف حالكم؟ يا هلا والله لله. خير عساك بخير، سعيدين بالظهور معاك يا كوكيز. والله تشرف وجودكم معانا. ان شاء الله عندكم وقت كم بالضبط؟ نقدر نشغل تايمر عشان ما نطول في كل لعبه. بقول نختبر كل لعبه 10 دقائق بعدين نتكلم عنها كم دقيقه. How is that؟ اوكي. اتوقع تخلي بعض الالعاب يمكن تاخذ حوالي 20 دقيقه اذا كانت طويله. ما ابي اطول عليكم اثنينكم، بدل ما بدي اطول على العماش، وعندنا امور بعد. وجت الصباح زي ما تشوفون شمس من خلفي، شمس الطائله. ف عندنا ثلاث العاب. اول لعبه اسمها فلوكس من فيجوال سانيتي، اعتقد دول الطلاب جامعه البترول، لان انا مهنه بوت لجامعه البترول. وما في وصف للجيم، بس في هنا كم الصورة، بس احنا بنجربها يعني على الطائر. كونان من محمود، رحلة شخصية كونان للبحث عن البس. حصلني الان احنا، فما نحتاج نختم اللعبة. اللي بعدها بلاك روم، لعبة راب. اوه بوي، احب العاب الراب. زين ربع حاليا الصباح تقدر تلعبها؟ فا يا ما صباح ليل العاب رعب ما تشتغل معاي. It just I don't like them. فا anyway بس نشوف يعني. فا وش بدكم نجرب اول لعبة رعب؟ الله اللي تشوفه. اللي بنفس الترتيب. فا بلاك روم شكلها اللي عملها يوتيوبر. وموجود معنا في السعودي جي ام اكشلي. انا منزل من الاعمال فيقول لك ذا ستوري. الخط مع الخلفيه جميل، لون احمر على الخط. وش رايكم كيف اللون الخط الاحمر على الخلفيه كده؟ حلو حلو ماشي حاله. ذا ستوري از ا هورر جيم. يو ماست تيك كير اوف ذا روم يو فير. بيرهابس يو choice is wrong and other surprise will s no and it's first chapter. Oh boy. انا عارف لما الواحد ينتج لعبه ويتعب عليها اخر شيء يحط هم الوصف في الكتابه. انا عن نفسي لما اكتب الامور دي انساها، واذا ما شفت امور انساها بعد. بس نصيحه اذا تبي ما نمت يوتيوبر يعني. حلو انه يشارك تحديثاته مثل ما قاعد تشوف تحت نيو ابديت. يا حاول ترفع صوتك شوي. اقول حلو انه قاعد يشارك تحديثاته على نفس الصفحه. يا اتس جود، بس يعني رفعها اليوم بعد كم يوم يجي ويحاول يعمل ورنش للوصف، ان الوصف از ايفري وير. جرامتيكلي از incorrect. هو المفهوم شغل تايم الحين يعني ممكن يكتب وصف افضل من كده يعني. كويس انه كتب بالابديت وش صلح في الامور. يمكن في الابديت جاي انه صلح الستوري. and خلينا نشوف اسمه على الاندرويد. اسمه توم يوسف. توم يوسف عمل The Black Room 1. Let's take a look. بعد الألعاب ثلاثتهم. وين منت هذه اللعبة الغلط. خلينا ننزل. Yeah, to be honest الخط الأحمر مع الخلفية صعب بالنسبة لقراءته. الأندرويد نسخة الأندرويد هذه. Oops, yeah, ARM, you're right. Right. أنا متعود أشوف الويندوز أول. Alright, cancel. خليني نعمل مجلد.
في ملف فيروس في ال الجيم احتمال ما بيبدينا نشتغل إذا اعتبر فيروس ولا في ملف ثاني اعتبر فيروس. هو ما تحمل أحد الحين شغلة. في شكل الويندوز حصل فيروس جد مكان ما. لا لازم في بهدلة في الأمور دي بعدين بشوف الفيروس خطر. سهل لازم في بهدلة. فالمهم هذه اول لعبه من Unreal. يا الويندوز there's a virus somewhere in here. I don't know where. هذا Unreal 4 فكره سيئه انك تروح. Bad idea to go to this room. The music has been removed because it's forbidden. What? عجبني الاكس اكسس كان من الانجن نفسه. الازرار مو بنفس الحجم. السيتنج اتوقع السيتنج ده جنريك من الانجن نفسه من Unreal. The music has been removed because forbidden. What does that even mean? Like, كون ماخذ موسيقى copyrighted ومنعت. التعليمات طالعة برا السطر. F for light, W forward, S to go backward. تقدر تختصر كل هالقصة الأربعة دي ب WASD control. إنك تجيب صورة الأسهم أربعتهم ب WASD to move. But okay, هل أقدر أغيرهم؟ فالمنيو يبلا ورنا شيء. المنيو this is doesn't make me happy. المنيو حتى المنيو ده it could يعني أحمر في أحمر. بس أنا ما ألعب رعب. ممكن عشان تبني الأجواء. المفروض ما الحين أبدأ التايمر. طولنا كثير. يلا اوه بوي ما اقدر الف. نجرب الماوس انك تلف فيه. نوب هذا منه نحش. ما اقدر الف. شرد روم مو شرد روم شغله موجوده في ال الدارك ويب. شكلها حيل مظلمه هذا الشيء. ما اقدر ترى الف الكاميرا. لازم اعلق على ال السكرول حبل في النص. ضيعتنا يا كوك. طحت واللعبة خرفت على فكرة. اوكي this game I'm sorry it's a mess. اللعبة خرفت والماوس locked و everything is anyway. فواضح اللي عملها this is his يعني his early attempts. شوف ما يمدينا حركة الماوس إلا لما أعلق على الزر اللي في النص. زر السكرول. أنا ماسك الماوس. حبي جاي بعمل فصل. فلما أعلق على حبة السكرول أقدر أحرك الماوس وأقدر ألف. يصعب التحكم كذي. أو لما أعلق على حبة اليسار. هذا من يوم يركض وراك. شوف شيء يمكن يبي. هذا لازم الأندرمان مالي. الأندرمان مالي. سويفت مان ما ليش يسمونه فعليا هو نان. شوف حاط ازرار اللي في الشاشه بس مشايل الماوس كرول ما يمدي نعصم الماوس ما يبيك تطلع او ما اقدر اعصب الكيبورد واسكيب ما تشتغل لايك دود. فلازم اتكهن وين مكان الماوس عشان اعرف. فهذا من هالمس تموت او لا شنو يبي هذيك يتفرج اقدر ولع لانه وجهه رياضي ولا تلاحظ نايت ما هو حتى وحش يعني ياب هذا قلت
في العصور الوسطى. ولاحظت شيء، الجدران مخليها سطح وجه واحد بس مو مكعب. ايه شوف في تشققات في كل مكان. I don't know what that's all about. على الاقل I give him one point ان النور قوي، يعني مو ما له داعي للاضاءة. بس خلينا نحاول نلعب جد نخلص شو بدون ما نموت. Bad idea to get this room. Bad idea to start the game. I'm sorry but المفروض ما اتكلم كذا، بس ليون معاي اعطني تأثير ليوني. نور فجأة طفى بنفسه. Bad idea to be in this. اوكي okay. الباب ما ينفتح. زين تشيك على الجندي هذا قاعد يركض وراك. هذا بعض احيان يقتلني على طول، هذا وظيفته. او كان اتوقع الهدف منه بس توصل له يجيك جنب سكين، هذا اللي اتوقع. بس في عندك هيلث يعني. شوف الهم عندي 60. جاب اقعد عند ينقص من هيلث شيء. على حسب، على حسب مزاجه يعني. اعتقد شلون دشيتي؟ كانك واقف في الهواء. اعتقد طريق سوريا. انت الحين لازم اعمل ويندوز اضغط زر الويندو يضغط الماوس، اعكل الماوس الشاشه الثانيه، اسحب الماوس. الحين الويندو ما فيه فوكس، لو ضغط هنا يختفي الماوس. عشان جرب الكيبورد يمكن عصيت سبيس انتر جيب ليفت رايت. اظني فاهم ومخليه كابتشرد بس ما يعرف، بس يطلع الواجهه يشيل الكابتشرد. المفروض لما تموت يا يضرب الماوس من جديد. شوف الاجزاء فهو عامل هذا طريق سريع على انه بس لو تطيح ترى ما تموت، ظل عالق هناك. لحظه على سيده طريق سريع على حساب يا او يمكن او يمكن الكولوجين برمجنا غلط. لو طلع ضغطي ناقصة مع انه ما في ما لمس شيء، يمكن لمستي من بعد الجدار. يا يور رايت، الطريق ده المفروض ما اكون فيه. اي كيف تفتح باب الاحمر؟ او ليش في صوت اشعار اني لا تدقق حيري يا فهذا الباب ما اعرف كيف تعب. الناس يقولون اللعبه قصيره وسهله، تعليقات عندي، ويقول ان شاء الله الجاي بيكون اصعب. في صوت فتح باب بس I believe we've seen enough. What do you think؟ To be honest يعني في طريقه تفتح الباب بس ما ادري. اضغط F شيء كنترول. التحكم ما يقول في اي شيء غير الاف. لحظه، هل في مسار ثاني انت ما لا ان اذكر كان يجيك من ورا في البدايه. اه يا 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 يو رايت يو رايت، نعطيها فرصه جديده. يو رايت ايوه مني. شوف يسار يسار، عرفت المكان صح؟ ايه بس ابي يجي من جهه ثانيه. ابيه ما يكون في الوجه يعني. شوف الباب ترى ينفتح بنفسه اوتوماتيك. اوكي شيء ممتاز. اها اوكي ها تعكم تعكم شوي قريب، لازم تعلق على زر الماوس عشان تلف. ما تدري كيف تعكم قريب في الجيم. تخيل انك تلعب دوم الاصليه، روح قاعده من النوم. مين يعني منه؟ يوسف. اي بس وين هو اليوسف؟ داخل هذا لا قاعد في خلاص. افتح الباب الحين. المفروض يتفتح اوتوماتيكيا بس ما فتح له. خلاص شوف لك باب ثاني. في هنا ضوء ازرق يعني دول عن حساب ان دماء يعني. يا اتوقع مع ان الدم في الارض مضبوط، ليش في الجدار جاي شيء؟
اوه هذا المكان المسدود دمان في مفاتيح زي ما في مسدس جاب تشوف ذيك الغابة اللي الزرقة ما ينفتح الباب زي ما تشوف اوه ما في سبيس او اكتف بوتن بس في هنا انمت شي كمل كمل مت انا رجعت من جد رأينا الكولوجين الكولوجين زناد جود يا او كولوجين الضرب اتوقع ترى ما يمسها لان انت قاعد تنطق في الهواء هذا شنو ساعة؟ عن حساب ساعة كم؟ ما في عقارب، العقارب مكسور اوكي شوفه قاعد هذا هذي هلها علاقة بيوسف او تطلق شيء يمكن تفجر الباب بس why not؟ اعتقد جن جاء فجر اي باب يمكن الباب الخشبي لانه حديدي I doubt that but let's give it a try اطلع الغرفة دي الباب الاحمر طقه اتوقع اروح للباب اللي برا يفتح يعني يمكن جدران سرية جاب ذي الباب الخشبي اضربه which one في البداية؟ ما ادري اتوقع السلاح يسوي شيء بغير ترى ما في ركض هذه السرعة الموجودة اللي عندي هذا الباب الوحيد اللي يفتح وهذا ينفتح بس باب شنو هذا؟ كان مفتاح اعتقد اخذته من الطاولة والله ولا انتبهت له انت لعب بواحد عنده ثلاثة ايادي هذا تأكد فمن ايه اي والله مفتاح ده شوف كيف اوكي انتهى الوقت لعبنا الجيم 10 minutes بس خلينا نخلص الجيم ونعطي تعليقنا اعطاكي 10 اخذ انت بي انك تموت لو صاص يخذ بالجنرال يا حرام وات كان في باب باب احمر ثاني هذا الباب اللي برا لحظه كوكيز هل اللعبه مسويها كتحدي تسويها اوكي That's it but it is difficult to win the second round second round ما اعتقد برمجها وما ابدا اعمل اكزت عشان يطلع المنيو مع انه في التحكم قال اسكيب يفتح المنيو دازن فينبغي اعمل له كلوز so what do you think اول شيء نبدا بالقائمه الرئيسيه اوكي okay. انا اقول ان ما تعطون تعليقاتكم الحين لين ما يصلح اخطائي يكون افضل بنعطيه كنصائح يعني لحظة أول شيء أول شيء أول شيء the music has been removed ما في داعي إنك تقولها ترى ما يحتاج ما حد تاعد في العاب رعب مو قصب تحط موسيقى دام يعني ما يحتاج وثاني شيء طريقة عرض التحكم خطأ
لازم تكون واضحة أول ما يشوف الشخص خلاص للقطة التحكم. بس هو يشوفها واضحة. زي ما قال كوكيز. هو يشوفها واضحة. حقة تبلس دي. لا يعني بكل بساطة هو جاب ما يعاب حق واجهة المستخدم. يعني حتى موقع الأزهار ما ي... ليش محطوط في الزاوية يعني موقع غير جيد يعني بدل. وعماش ايش رايك؟ صراحة يعني ما عندي تعليق مناسب على اللي قاعد يشتغل عليه، لكن محاولة طيبة، لكن رأيي له انه يبلش يشتغل من جديد عليها، الوضع غير قابل للعب، ماكو اي شيء واضح يعني في اللعبة. نفس رأيك، مشروع كأول مشروع او كمشروع يعني من المشاريع الأولية well done، يعني واضح ان المطور توم يوسف حاول كل جهده ان يكمل الغرفة، يكمل الاداء ويتعلم على الانجن، يضيف ليتات، يضيف اثار دم، ولكن تطوير اللعبة دي is not good، الافضل start over، يعني في مشاكل كثيرة. الحين الماوس ظهر فجأة لما ضغط escape، بس يعني في امور واجد من ناحية المنيو، كيف انها ما هي مثلا مش بنفس التناسق، ما في الازرار نفس الحجم، خط مو نفس الحجم، يعني الامور دي البسيطة دي تعطي نظرة للعبتك ان لعبتك cheap، اللعبة رخيصة، ما هي professional، ما تعطي مظهر ان اللعبة جادة. اللعبة سوا واحد ما يعرف كيف يعمل العاب، which is alright كلعبة حاطها في HEO it's alright، بس لو تحطها في متجر ما بيكون يومك سعيد يعني. فلازم تنتبه لان الخط يكون في نفس الترتيب، الازرار يكونوا بنفس الحجم، نفس المكان، نفس الترتيب، يعني كل ما تباعك انتبهت لها كل واحدة مختلفة حجمها وموقعها، نفس الشيء الازرار. هنا الجيم ينباليك تتعلم كيف تعمل غرفة شكلها طبيعي، ما هي جدران متشققة، ما في الاثار تطير في كل مكان، يعني حاول تركز انك تعمل غرفة واحدة في التصميم وتزبطها. اذا ما قدرت تعمل ده الشيء ده لا تحاول تكمل الجيم، حاول انك تزبط واحدة واحدة. نفس الشيء اللي لعبت العاب واجد هي الانميز ما هو واضح كيف يجمع عليك، كيف تتأدى عادي مرض، تقدر تشاهد الفيديوهات السابقة تعليق على العاب ثانية دزني لغاط الفيكس. الشخصية حقي ما تلف بالماوس، لازم أضغط بالزر الماوس، ينبالك تحل المشكلة دي. فكل الأمور دي ينبالها iron out، يبي لك تحلهم. الأخطاء الملائية رزيوم بالاس مش بالسي، المنيوز يبقى تحسين. فأول مشروع good really good actually، انك انجز لعبة تشتغل ما تخرف، يعني هذا الحال انجاز لعبة فيها نهاية. مالي يعني that's what we have، we need to move to the next game. التوفيق في الألعاب الجاية، إذا عملت لعبة جديدة حياك، نقدر نشوف الوضع، نقدر نساعدك ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله، الله يوفقك، نعطيك مور بوينتس يعني. فانجاز جميل، keep it up. next game Conan من صاحبنا محمود من سوني جي ام. واجهت صفحة not bad simple negative space، كانت تركز في النص بالضبط، ما في يعني اشياء تليك، والرسومات في النص، التعليمات في النص not bad، الخط شوي اكبر it will be much better، مو الجميع يقدر يكون الخط بس صغير ده، لازم نعمل زوم ان. فكثيرين اللي يستخدمون النظارات الخط الصغير يزعجهم يعني ما يقدر يشوفون بوضوح، فلو تكبر الخط شوي معناه عندك space، شوف من هنا لهنا بيس كبير يعني.
فالموفمنت A and D down S كان يمديك تضيف الأس هنا واس والجمب سبيس يعني good point لأن من قبل علقت في لعبة إني ينق بالW والألعاب بالبلاتفورم تحتاج تعمل زر مختلف للنط عشان اللاعب يقدر يعتمد على مهارته إنه يتحرك وينط سو he listened to that point يعني not a lot رحلة شخصية كونان البحث عن البسكوت that's it let's give it a try نعطيه 10 minutes Unity What happened? That's it? مقدمة الاستديو. It was nice. It was nice, but it was surprising. اختفت بسرعة. Options, مراحل, skins. Oh, اللي بعد يقول لك وش تحتاج تسوي عشان تفتح السكين. Not bad. تلعب 30 دقيقة. تلعب 60 دقيقة. تموت 25 مرة. Not bad, not bad. يعني أعرف الضبط إيش أحتاج أسوي عشان بس. أوه أوكي الاختيار ديفولت. أوكي. Good, good. لو تبي تضيف زيادة تحتاج تضيف أسهم ولاحظت إن المواقع مش centered. بس alright يمكن resolution الشاشة الحقي. Game designer محمود artlist artlist. Art, ها؟ programmers art أو المفروض artist بس ما ليش كاتبنا artist okay to be honest أنا عاجبني إن الواجهة clean الألوان clean I really love it يمكن لأن الأخضر لون المفضل cutscenes you believe that ta-da. هذا الكوكيز المفهوم الحذر في هنا suspicious characters نظرون الكوكيز عبارة عن جينجر بحطايتكم جينجر كوكي كوكي انت صار رايد yeah. اوكي خلينا نشوف القلف نط عليها بسهولة ولا لا تحكم really good يعني اقدر I can feel it اقل انيميشن ممكن بس في افكت ان اي لايك وات ميبي اي كان دو دبل جامب نو هو في جزر اسعدكم حقكم هذا زر الاس خرف الجيم علي ما اقدر انط الحين جبت المعادله لا في صوت سقوط بعد احس ان صوت السقوط مع الميوزك الامبيانت ميراكل ان صوت السقوط كان كوميدية الامبيانت something يعني sorrow or something يمكن احتاج اخليه يطيح بالكلف ليش السيارة بدون كفرات؟ ليش الليت يختي؟ ليش مت؟ لقيت السيارة في هيت بوكس قتلني غيري ايه جاب ما ثاني خلي اذا الشغل الليت يضربك شوف شو يسوي هي ينضرب خلينا نشوف ايش سالفة الاس اوكي اوكي الاس عشان اتحكم في طيحتي بس لما اضغط على الارض اعرف عليه من قبل خلاني ما انط لاني علقت على اس حطيت سبيس الحين ما اقدر انط فهذه تخرفها لما تعلق على S وتضغط space you cannot do anything you need to kill yourself you need to wreck yourself to kill yourself انت عماش انتبهت لك في لعبتك خلفية فيها خلفيات layers ولا؟ هنا توقع layers هذي layer واحد تعرف اعتقد دول اللايرز مختلفين بس يتحركون مرة قليل نص الشاشة كلها بون بيكسل يعني انا
هل ما ادري لو يبي يعملها الليس متحكم كيف يعملها، هل يحتاج يخلي الليس في كل مكان؟ لان لو تلاحظوا ان الصور انقطعت في حشيش طاير بعد. اتوقع هو تسوي زي بار فينكس باك. اوكي كان المفروض انوط عليها بدون ما يلمس النور. النور كان هجوم السياره نفسه. الكاميرا حركتها سلسه فجاه قلت هذولا خليني اشوف الانيميشن تعلق. اوكي هل في يا ترى سيف بوينتس؟ انا ابي اقتل واحد بالغلط. تسمعون الميوزك على فكرة؟ لا تحتاجون ترفعون صوت الفيديو اذا ممكن، يعني ما ادري. اندست؟ اوه الخلفية تتغير في ايجابي، صوت اخرب زيادة. يمكن لان هذه اول مراحل، بس احس ان اللعبة not challenging enough. يعني الواحد لما يلعب العاب بلاتفورم زي كذا he need challenge. وبعد في شيء مخلي الكنجر اللي مساعة كانت حاجة انه يمشي مين يسار صار ينقص، دي نوعا ما خطأ تسويها. ليه؟ ان فجأة عدو كان في كتل هذا النظام قتاله فجأة كذا بدون سبب المحل بعده يتغير. لا حلوة التحدي يا اخي، الصعوبة ارتفعت يعني مقارنة وانا تشوف في ارتفاع واضح. اللهم السيارة ما كان غلط، السيارة كانت تو ماتش كأول عدو يعني، لأن في عدو واجد أسهل منها، أنا كنت بدي أسهل منك. ما أدري هل هو ليش أول عدو عبارة عن سيارة مستقبلية؟ فانتزي، يمكن دول الريل فيلنز اللي كانوا يراقبون الكوكيز. You're not telling me إني رجعت من البداية. لا؟ لا أوكي. ما ادري هي لعبة جوال ولا لا، لان اشوف ال احطهم سيمبل اند اي اوكي ماي ميستيك. ضغط اس بس ما شندس لان الشخصية ما شندس. اللي اشوفه ما ادري في العاب سيمبل زي كذا اند دي ورك، بس التحكم مره سيمبل، النط شوي غريب يعني I cannot do much، فقط أنط وأتحرك يمين يسار. أقدر أنزل بسرعة وأقتل نفسي because تعيد. Okay. خلينا نحاول نعدل النقطة دي. عدينا we can end this game. أقدر أجرب لاحقا بعدين أحاول أخلصها. في ميوزك لا بأس به. شخصية ما ضيضة ثفت لأنه قاعد على بخلوه فيه بسرعة. لما نط يمديني ألف على وراء بس ما في تسارع، بس still better than nothing. في ألعاب واجد نطة ثابتة and that actually jumped me، فزعني شوي. من وين جاي لك؟ عناكب وحوش أليفة وسناجب وفجأة مناشير كده ودم كده دي فالفخ بعد البير تراب. اوكي ميكانيك جديد، في عندنا كليفز يسحبوك زيادة. That's what I was looking for، ان في ميكانيك جديد يتعرفه في كل مرحلة. رهيب النهاية كده حفرة. oh well. so time's up.
ايش تعليقاتكم؟ حلوه اللعبه كبدايه، خصوصا التحديات اللي فيها يعني ممتعه، لكن اكيد يعني يبي لها اتقان اكثر، شغل اكثر. انا بس نقطتي على المرحله الاولى، اول عدد واجهه سالفه ان تخلي اول شيء الالعاب اول ما تبدا اول شيء تحط لك مرحله بسيطه تتعود على التحكم، هذا اول شيء. وثاني شيء دايما اول عدو هو ابسط شيء يتوقع من اللعب، هذا ابسط شيء جيني. فاللي صار وشو ان اول عدو حرفين غير كونه عشوائي عباره عن سياره مستقبليه ما راح تشوفها الا في المرحله الاولى، حيل نوعا ما يعتبر صعب، يعني عدو كبير هيت بوكس فيه عالي وغير متوقع كون الهيت بوكس عباره عن ليت. Actually السيارة ما تقتلك بس الليت هو اللي يقتلك، which is I'm fine with that. أنا توقعت لازم تطلع لي نقطة perfect. Well يعني مهم يعني yeah ممكن البالانس مش كويس ولكن ما هي جريمة يعني تستحق القتل. Still fine الهيت بوكس ما له شيء تحسين لأن الهيت بوكس مرة مستطيل من بداية الليت لآخر الليت. فأنا ما أدري كيف الإنجنات عندكم الهيت بوكس كيف تعملونه، بس أتوقع يمديك تحددون مساره، يعني يكون مساره فقط مكان الإضاءة مثلا بدل ما يكون يقتلني وأنا أهني. هذا الإنجنات يعني ممكن يمكن بعض الناس تبي تشوف شوية تحدي في البداية، لو يعتمد على الستايل نفسه ممكن ينحط في النص أفضل من اللي ينحط في البداية. انا توقعت زي ما قلت يعني ان اصعب ما هو عليه لان يمديك تأصل توقف عليه. I was confused at first. انا عجبني اختيار الالوان، الرسومات ممكن تتحسن يعني كل شيء ممكن تتحسن بس كلعبة يعني بسيطة you don't need that much، بس اختيار الالوان يعجبني انا. وعندي يوم لاحظ موضوع الرسومات، في مشكلة في اللعبة ان الرسومات غير متوافقة، يعني في خلفية البيكتل آرت والشخصية اللي كرتونية مع العدو هالكنجر اللي جاي من انيميشن فريم باي فريم دقيق، وما في منيو عشان ارجع للجيم بعد. would be much nicer لو اقدر ارجع للجيم، لان هذا السبب على فكرة لان عدة رسامين لازم اخلص المرحله ولا ما اقدر اطلع من منيو. This is bad. مفروض في منيو عشان اقدر اطلع برا الجيم، يعني ما المفروض تشبك اللاعب. But there's a lot of nice things يعني that make the game look professional. يعني في البدايه في مقدمه art زي ما قلت في اثنين artists فلذلك في اختلاف في الرسم. وطبعا تعرفون اللعبة يعني ما اختبرها ناس كثير وانتبهت ان ده ما عاد يمكن ما عمل بعد ما ابلمنت الفيديو نمت اكثر مرة ما اشوف يعني ظهر العداد تقدم. any other points؟ لا yeah. أنا قلت النقاط اللي أنا بيحصل. alright الجيم not bad يعني ممكن إيش أقول يعني بعض الأحيان الواحد يطمح للأكثر بس بعض الأحيان تحتاج تحط هدف تقدر تخلصه. so great work إن حطيت هدف معقول وخلصت المشروع. it's really great. ان شاء الله المشاعر الثانية تكون افضل. التعليق الوحيد عندي ان it will be really nice لما تدخل الجيم ان يمديك ترجع للمنيو مثلا دور ما دابي تخلصه. شيء ثاني لتحسين الجيم نفسه ممكن تعمل collectible، تعمل items صعبة توصل ليهم بس لما تحصلهم يعني تجمعهم كنقاط، وفي المراحل نفسها مثلا تعمل قرش ذهبي في 4 قروش ذهبية إذا حصلتم تقدر تشوفه في المرحلة إن حصلت الأربعة دي.
يعني you can add more stuff. لأن لحالة الجيم زي كده it feels like خلصت تسع مراحل and that's it. There's not much more. Again ما أقدر أطلع برا المنيو لازم أطفيه بالقوة. And very nice job, very nice job. Keep the good work. So last game عطلناكم. خلينا نشوف صفحة الآخر. Flux. Nothing. فما في أي شيء عن المعلومات هنا. فخلينا نشغل الجيم ونشوف المعلومات اللي في داخل الجيم. Unity Pokemon Team Cell. واضح ان الاستخدام ال shaders وكذا. وشوف التحكم لك موجود على الجنب تحت يسار فيس. Not bad, not bad. تصميم منيو يعني جميل ما خلاك تروح بعيد. لحظة عسك هذي مني عسك هذي مني أهلو كان شيء بسيط يعني ممتاز بالعكس. هي اللعبة ممكن فكرتها بسيطة. حلو الشق اللي قاعد أشوفه. استمر يا كوبيز خلينا نشوف اللي أنا أتحمس. يا صوت الجيم أعلى من صوتك فبدي لو أحس الطريقة لو تقدر تكبر صوتك شوي عما شاف الفيديو كان أوضح. جزاك الله خيرا تعمل فينا خير. تمام يلا بلش لي اساس تحمست اني اشوف. خلينا هذه اللعبه اجين. انا يعجبني ان المنيو في شيلرز في استخدام لايو كل شيء سنتر والتحكم موجود يعني ما يحتاج تروح لمنيو ثاني عشان تشوف التحكم. كيب سبيس واز سو اتس ريلي نايس تاتش يعني. ترى الجيم اوريدي بدا ترى. انا الكورة في النص من من اضغط زر واحد يسار مثلا حركة الجاذبية من اضغطيس حركني على يمين ويسار. اوكي okay, so it's a puzzle game kind of. اتوقع ان اللعبة نظام اركيد. يا يا بس وش الهدف؟ اجمع النقاط البنفسجية يعني؟ كيف انت؟ لا تقول لي طلع خصم في وجهي. ايه في خصم اتوقع طلع في وجهي بالضبط. اوكي 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 I believe من تاخذ القطعة تطلع زي البرق تقتل الموجودين. فلو وات ما ثاني الوحش طلع في مكان النقطة بالضبط قتلني. I couldn't react يعني. لا والله من تاخذ النقطة تقتل الوحش نفسه. اوكي اوكي النقطة اللي تاخذها هو مكان الوحش هو السبان تبع الوحش. لما تاخذه تقتل الوحش اللي طلع منه. اوكي اي اندرستاند ذا ميكانيك ناو ناو ام سكو. يا ذات واز ريلي فاست. اي ذس ذا هيك. فزي ما قلت لك التحكم ما هو انك تعلق لا تضغط مره واحده فيما تضغط بالضبط مكان عشان تغير اتجاهك يعني. وش معنى ذا الاصفر النقاط الصفر اللي تشوفها عند البار؟ Does it mean anything؟ لان ظهور الاداء شوي مفاجئ.
Actually, I have not such a boy of arcade. They can play these games for hours. يقدر يلعبها 18 ساعة ما عنده مانع. لأن الموضوع سكور. ولكن وين السكور في الجيم؟ أي شيء. ألعاب الأركيد تعتمد اعتماد كلي على السكور. There is no score in the game. That's weird. ما في حتى time أو top 10. لأن من تموت عطوا that's it. Oh! لما أخذ space كده. اوكي اوكي شفتوا السبيس على تحت يسار يمين اقصد تحت يمين الشاشة كلمة سبيس مقطع علي سليمي شوف الحين اوكي الحين نشوف هذي لما تولع يمديك تعمل سوبر باور لما قصت لكل شيء وليش تطفينا؟ لاني استخدمته شوف استخدمه الحين بس ماشي موت كمان لازم تشحنه خليني اختبره للاسف لان لعبه اركيد there's not much to say اول مشكله وشو؟ هدف اذا ما في نقاط صارت اللعبه بدون هدف يعني ليش تكمل تلعب؟ من ضغط اسكيب عاد طفى اللعبة ترى. خليني اطفي الصوت عشان تعليقاتكم وانا العبها في الخلفية. انا يعجبني السمبلستي في الجيم. كلعبة اركيد it need to be simple. Doesn't need tons of mechanics, doesn't need anything. يعني كلعبة بسيطة يكفي الميكانيك الموجود حاليا فيها. وبس مو بس بساطة الميكانيك بساطة الشاشة نفسها يوزر انترفيس تحكم موجود اللعبة بكرة موجودة بالمين منيو ف very well done job يعني I really like it أعرف ناس كثير يحبون ألعاب الأركيد أتوقع ترى يعني أنا أقولها هم لو بس يشيلون مشكلة أنه لو يحطون بس سكور وزر بوز عشان لو الواحد يبي يوقف بدل ما يطادك حطوا لطف اللعبة اللعب صار ممتاز. ألعاب الأركيد عادة ما فيها بوز. فالبوز ما يحتاجه حتى البوز ما يحتاجه. ولما تموت ما يبدأ الجيم. إلا لما تتحرك بالغاز زي ما سويت أنا الحين. شوف اللعبة ثابتة. حتى يقول لك بس هنيكي ستارت. لو البوز ما أشوف إلا داعي. بالعكس ألعاب الأركيد المفروض ما فيها بوز لأنه الموضوع مبني على السكور زي ما قلت وهذه النقطة اللي علقت عليها كلعبة أركيد نيد سكور نيد توب 10 يعني في فراغ هنا يسار الشاشة نفس الشيء يخفي الماوس لما ما يقدر الماوس بس يعني في الزاوية على اليسار فوق ممكن يحط الهاي سكور and it will be perfect don't need to do anything else موجود عماش ولا مجا؟ يلا معك اي تعليق؟ لا حلوه اللعبه يعني فكرتها جدا جميله خصوصا انك تتحكم بالكره الجاذبيه فعجبتني الفكره صراحه لكن نفس ما قال ليون ان الموضوع يبي له هدف يعني بالاخير توصل له ممكن المصمم يعني يوفق ان شاء الله يعني شغل جميل يمكن المطور ما جت على باله ان يعني ما هو متالف مع العاب الاركيد ما جت على باله ان تحتاج سكور يعني او يمكن ما سعف الوقت اتوقع اللعبه في تحدي خاص بجامعهم فانا ما اعرف طبيعه شهور غيرها يمكن حددتهم الوقت وغيرها يمكن يجوز احنا ما قرينا الشروط وانما قاعدين نعلق على اللعبه بشكل عام فيجوز انه ممكن ريستركشن من شروط الجيم والتحكم ترى يعني تحس انه اتس جيم يعني تحكم جميل ما تحس انه في خلل لما تموت تعرف ان الغلط منك which is really good
وبس بعض الأوقات أنا ملاحظة وشي السبون حق الأعداء أوقات تصير مع حالة اللي زي قبل شوي سوي سبون في اللحظة اللي أنت وصلت في النقطة يعني ما لك أمل أنك تواجهها. أتوقع البارات الكهرباء دليل تايمر متى يظهرون أتوقع والله أعلم أحس إن في تايمر يراويك إياه. تعال ألعاب الأركيد تعتمد اعتماد كلي على سكيلز فممكن لو يعمل اللعبة مثلا فيها ثلاث ونابات ولما يضرب ثلاث ونابات يعطيك السكور that will be perfect وتقدر بالسكور تحصى على ونابات أكثر يعني that will be really great. أو أنه يوصل مثلا زي نظام أركيد حد باكمون اللي جمع شيء يجمع كل النقاط أو حد معين وتروح مرحلة ثانية maybe a death animation بدل ما فجأة كده will be nice as well عشان تعرف كيف مت وين مت وما تكون فجأة and that's it فما نطولها شكرا متابعة نراكم بعد أول